في المنصب في رئيس قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الأوقاف، جاني وفد رفيع المستوى، فكانت المقابلة معينة رسميا لأنه كان مطلوب منه الشخصية الثانية في الوزارة مش الشخصية الأولى، فالتقيت به فقال لي كلمة، قال لي أنا عايز أسألك سؤال، ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ علشان إحنا في دولتنا، الدولة اللي هي بيمثلها هذا الرجل، أصحاب دين واحد وبنتقاتل بالموت بعض، وأنتوا هنا ديانات متعددة وعايشين في أمن وأمان، شدة المسلم في وش شدة المسيحي في نفس العمارة وما بتاكلوش بعض، عملتوا إيه؟ قلت له ده موضوع يكون شرط، أنت عايز تجيب أمثال الدكتور سرور قارس الذي يرسل 60 عام تحتفل به ولم يتغير ولم يتبدل ولم تعتريه أي متغيرات ويثبت على مبدئي وسماحتي، أعتقد كفيل أن يرد على هؤلاء الذين يقولون. وجود الدكتور أستاذنا الكبير وعلماء الأزهر الشريف اللي هم بيلبسوا روح السماح والتسامح بين الأديان ويبرزوا هذه القيم، اللي بترد على الدكتور سعد الهلالي، أحى صوتي في هذه الأمور وأرسى قواعد كثيرة جدا في مثل هذه الأمور وهي السماحة بين الأديان، لا تناحر لا تناقض لا تقاتل، ولكن الأديان كلها من مشكاة واحدة تخرج من الله جل وعلا ونور واحد يضيء للبشرية. وأقول كلمة أخيرة للدكتور سرور القادس والسيدة حرم، الكل أثنى عليكم، أنتم كما قال إسلامنا وديننا جعلتم بيوتكم قبلة، والإسلام يدعون ويقول واجعلوا بيوتكم قبلة، فكانت بيوتكم قبلة لكل الأديان، وليس كما قال الدكتور عبد الرزاقي للمسيحية فقط، ولكن لكل الأديان، استقبلتم الناس، أطعمتم الناس، وكانت هذا دلالة واضحة على أن زوجنا الدكتورة الآن هذه أم مثالية تستحق، لأن وراء كل عظيم اسمه الدكتور ثروت امرأة عظيمة اسمها الدكتورة ناهي. وشكرا لكم والسلام عليكم. الاتحاد العام للمصريين بالخارج ودكتور ثروت اباع طويل في هذا الاتحاد، احنا مبسوطين يكون معانا المهندس اسماعيل هو رئيس الاتحاد، ومبسوطين يكون بيقدم كلمه تهنئه للدكتور ثروت. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي يمكن لأول مرة إخواني اللي قاعدين من الاتحاد معايا
يمكن يسمعوني في الكلمه ديت، ويمكن كنت انا على اتصال كبير بشخص موجود هنا برضه، لانه هو يعتبر حبيب السيد فانا الحقيقه انا معجب جدا بالدكتور صبر، لانه التوازن الخارج ده مش سهل، احنا بنقابل في الخارج حاجات اصعب من الداخل، وكان الدكتور صابر خالص كان العين اللي ما بتنامش مش في المانيا في اوروبا كلها، كنت اكلمه كانوا يكلموني الجهات اللي انت عارفينها في كذا، اقول له يطلع على ايطاليا، يطلع على سويسرا، يطلع على هولندا، يطلع على اي دوله ويحل لي المشاكل بتاعتها سواء بالتليفون او بتتصلوا بالكارس في السفاره المصريه. كان عامل لي شغل الحقيقه، والى الان انا بدعو بس سبحانه وتعالى ان هو ربنا يديله الصحه. مش عايزين نحتفل بيه 60 عام، انا عايز احتفل بيه كمان 100 عام. الحقيقه دي انا ده اللون الجديد اللي الناس ما تعرفوش، هو يمتاز بايه بقى؟ يمتاز عندي في المجلس بالصدق والامانه والسلام والمحبه، وانا عنده هو مقوله انا دايما بحبها عندي، يقول لك احنا عايزين نحب بعض بجد. الكلمه دي ليها معنى تتكتب عليها قواميس، نحب بعض بجد. فهي دي كانت مقولته هو دايما. عندي في المجلس الحقيقه راجل محترم جدا، راجل متوازن. لما تيجي الترشيحات اللي هي كل 6 سنوات الرابع كل 5 سنين، لن يجرؤ احد يتقدم قدام الدكتور صابر خالص نائبا في المكتب ابدا.